ننتقل إلى خصائص رئيسية للمراتب الطيفية، لأن هذا عندنا يعني جدول يعطينا ما الخصائص الطيفية لكل مرتبة. الآن هنا خصائص الطيفية مثل ما طبعا العناصر الموجودة فيه، ما هو الكمية الطيفية، ما هو لونه، درجة حرارته، وبعض الآن هون الآن الأمثلة. نبدأ في أول مرتبة طيفية اللي هي سبكتر تايب أو. اللون النجم يكون أزرق، مجال الحرارة السطحية من 20,000 إلى 35,000، إنشاء 100 درجة الحرارة من 20,000 إلى 35,000 كلفن. ماذا يحوي هذا الطيف من خطوط امتصاص أو بصمات عناصر وجزيئات؟ يظهر الطيف العديد من الذرات المتأينة مثل الأكسجين، نيتروجين، كربون، هيليوم وكذا، بالإضافة إلى خطوط الهيليوم وخطوط الهيدروجين المتأين H1 الضعيفة. إذا هذا هو العناصر مكوناته الآن هنا، والمثال عليه اللي هو 10 ألوك أو 10 ليسيرتر مثال. إذا تلاحظ ميلا هنا في عنا لونه أزرق كمان في الطيف، راح ألاحظ خطوط امتصاص لهاي هون العناصر. عندنا الآن خطوط هيدروجين متأين ضعيفة، فين خطوط الهيليوم، وفي عندي خطوط العناصر الذرات المتأينة. المرتبة الثانية بعد هي البي، لون النجم أبيض مزرق بلو وايت، بالرينج درجة حرارة سطحية لهذا النجوم من 11,000 إلى 20,000 كلفن. في هذا طبعا النجم تختفي الهيليوم المتأين، خطوط الهيليوم المتأين تختفي، وتظهر خطوط الهيليوم المتعادل هي HE1، وتصبح خطوط الهيدروجين المتأين H1 قوية، كانت هنا ضعيفة أصبحت قوية، بالإضافة لظهور خطوط الكالسيوم والمغنيسيوم الأخرى. من الأمثلة عليه رجل الجبار والسماك والعزل. المرتبة الطيفية البحرية إيه، لون النجم أبيض، درجة حرارة فعالة سطحه من 7500 إلى 11,000، خطوط الهيدروجين المتأين H1 قوية جدا تكون الهيدروجين، في كمان خطوط هيدروجين متعادل بالظهور، تبدأ بالظهور قوية، بالإضافة للمعادن المتعادلة وخاصة كالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم وهكذا. من الأمثلة عليه النسر الواقع، النسر الواقع مهم جدا بالنسبة لنا لأنه حكينا إله بيرنت ماجنتيود كان يساوي صفر المرجعي الآن هو دائما، وفي عنا الشعاع اليمانية. النص الواقع A0 مرتفع الطيفية، الشعاع اليمانية A1. مرتفع الطيفية بعد F، لون النجم أبيض مصفر من 6,000 إلى 7,000 كلفن. مكونات هذا النجم خطوط هيدروجين متأين تصبح ضعيفة، كانت هو قوية أصبح ضعيفة، خطوط الهيدروجين متعادل والكالسيوم والبوتاسيوم تصبح أقوى، هون كانت ضعيفة تصبح الآن هون أقوى الآن، بالإضافة لخطوط عديدة من العناصر مثل هاي عندنا الحديد والعناصر الأخرى. من الأمثلة عليه البولاريس، النجم القطبي وسهيل اليماني. البولاريس مهم جدا، حكينا عن البولاريس أو النجم القطبي اللي هو بيدلي على الشمال الطافي الآن هنا. المرتبة الطيفية البعدية هي جي ولون النجم أصفر الآن من 5,000 إلى 6,000 كلفن، المثال عليه هو الشمس، شمسنا. المكونات هاي الشمس أو هذا النجم المرتبة الطيفية جي، هيدروجين متأين أضعف، هيدروجين متعادل، بوتاسيوم كي قوية، وخطوط معادن تصبح الآن هون أقوى من الشمس، وفي عنا العيوق.
هو العيوق جي زيرو والكابيلا. الآن المتر الطفيل بعدية عبارة عن كير برتقالي 3500 الآن طبعا درجة حرارة السطح أصبح أبرد، تطبق خطوط المعادن للطيف الهيدروجين المتأيفين، المعادن تطبق الهيدروجين تعين بيقطع في خطوط الهيدروجين تطبق الخطوط المعادن الأخرى، يحصل في الهيدروجين المتعادل وبوتاسيوم عندي قوي، مثال عليه السماكة رامح اللي هو كي. آخر شيء يعتبر طيفي أم لون نجم أحمر، درجة حرارة سطحية أقل من 3500، الآن خطوط أكسيد التيتانيوم قوية وبعض الكالسيوم متأين كمان قوي جدا بإضافة خطوط المعادن المختلفة. من الأمثلة عليها الدبان ومنكب الجوزاء، منكب الجوزاء هذا بيتا لانجيوس هي الأم لأن هون 2. إذا لاحظ معي الآن هون أنا مع ارتفاع مع كل ما قل درجة الحرارة اللون بيختلف من الأزرق بنتهي في الأحمر، هذا هو تقريبا الطيف الكهرومغناطيسي. الطيف الكهرومغناطيسي اللي هو الأو بكون عندي الأزرق، الآن بكون عندي طول موجة أقل، لكن الأحمر طول موجة هون عندي أكبر. أنا على سبيل المثال لو جبنا سلك من الحديد ولسه سخنة، أول شيء بلاحظ لونه أحمر برتقالي، بعدين في النهاية المحمك فيه شو بصير لونه أزرق، ارتفعت درجة حرارته الآن هنا. إذا كل ما ارتفعت درجة الحرارة كل ما اقترب اللون إلى الأزرق، كل ما قلت درجة حرارته كلما اقترب لونه الى الان هون الى الان الاحمر. هذا جدول مهم لازم مطلوب منكم تعرفوه الان هنا وتعرفوا هاي الان هون خصائص هذا الجدول. الموضوع الاخير اللي هو كتل النجوم استلام ماسس، كيف تحسب كتلة النجمة؟ انا ما معي لو بقدر باخذ ميزان باخذ واطلع على النجم بوزنه وبرجع، بس طبعا هذه العملية مستحيلة لأن هون، وكمان لا يوجد عندي طريقة لقياس كتل النجوم المفردة، يعني نجم واحد لحاله زي الشمس لحاله المفرد ما بقدر أقيس كتلته، لكن في عندي الباينري سيستم نظام نجوم ثنائية أنا بقدر أستخدم قوانين كيبلر وهشوفه طبعا قدام الشابترز القادمة كيف ممكن نحسب كتلتهم الثالث. لكن كيف ممكن أقيس الكتلة بطريقة غير مباشرة؟ كيف؟ باعتماد علاقة بين كتلة النجم وسطوعه. ما هي العلاقة بين كتلة وسطوع الماس لومينوسيتي ريليشن؟ وجد علماء هناك علاقة لوغاريتمية بين كتلة النجوم وسطوعها وأقدارها المطلقة. علاقة بين السطوع مطلق في الآن علاقة بين هي عبارة عن علاقة مطلقة، كمان نفس الشيء نجوم وسطوع أقدار مطلقة، حيث أن معظم النجوم يقع تقريبا على خط مستقيم، وسميت هذه النجوم بسلسلة تبعويس، هشوف سلسلة تبعويس تدرسها في الشابتر اللي بعديها بالتفصيل. هذا الشيء لو سمت علاقة بين لوج الماس مع لوج للمناصتي راح لاحظ علاقة خطية، هاي تسمى سلسلة الرئيس. ومن اللاحظ هذا الرسم بقدر أوجد علاقة بين الميل، بيعطيني علاقة بين مين اللوج للمناصتي مع لوج مين الماس، من الميل بقدر أوجد علاقة، ووجد العلاقة هي كالتالي إنه أل على أل ال على ال لامين للشمس تناسب مع كتلة النجم على كتلة الشمس كامل قوة 3.98. بعض المراجع طبعا تكتبها أن هوتيل ال تتناسب طرديا مع الام تتفور 3.98 لانهون الان. فمثلا اي زيادة في كتلة النجم تؤدي الى زيادة كبيرة في سطوعه،
أي زيادة كتلة تؤدي إلى زيادة كبيرة في سطوع، فمثلا إذا كانت كتلة نجم ما ضعفي كتلة الشمس فإن سطوعه يكون 14 مرة سطوع لانهون الشمس. نجم كتلة ضعفي كتلة الشمس فسطوع تقريبا 14 مرة أكبر من سطوع لانهون الآن الشمس. وهذه العلاقة اللي أكثر شيء مهمة. طبعا وجد هناك في عندي علاقات أخرى بيحتمل حسب الكتل، إذا كان أم أقل من 43 كتلة الشمس هاي العلاقة، إذا كان بين أو 43 و102 كتلة الشمس هاي العلاقة، وهكذا. بس أنا بهمني دائما هاي فقط هاي العلاقة اللي النجوم اللي وين واقع على تتابع الأنوار كويس. لكن طبعا هل كل النجوم كمان اللي بتخضع لهذه إحدى العلاقات؟ وجد إنه لا، في النجوم لا تخضع لهذه العلاقة مثل نجوم العمالقة وفوق العلاقة الجاينت والسوبر جاينت والوايت دوارف والأقزام لان هون الآن البيضاء. لأن هون عندي مخطط لوغاريتمي لماس لمنصة يونيو لطيف أوسع من الكتل لان هون النجمية. ومن هيك انهينا هذا الشابتر. هاي عندي ملخص كل واحد كول هون لهذا الشابتر، وفي عندي اسئله لان هون انا راح اعطيكم الان هنا، وفي عندي كمان بروبلمز، وفي عندي كمان اختبار ذاتي multiple choice questions و multiple choice. هاي المكتبة choice questions طبعا في حلول حلول في نهاية الكتاب في حلول لها المالتيبل تشويس لان هون الان كونشس. انا هعطيكم طبعا هوم ورك، هوم ورك راح تكون اللي هي جزء من الاسئله وجزء من الان المسائل الى هون راح تكون هاي الهوم ورك. وكمان راح اعمل لكم طبعا اكيد هنا كويزز، بس انا اشوف متى نعطي كويز وش الاسبوع القادم اللي يعطيكم. بس راح اعطيكم انا هذا الاسبوع يمكن يوم الاحد انزل لكم الهوم ورك الثانيه، راح تكون اللي هي على هذا التشابتر الاول اللي هي تكون من الاسئله والبروبلمز الموجوده في الكتاب. يعطيكم العافيه.